بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب بيلي كومبخوندر، ولازلنا مع بيبيبا سويت. إذا كما قلنا في البداية، إن أني كون غوفا لو برانتون صوفي أوتور دو شارلي غابيت دو مونتي لوا دو لا مونتان بوندون دو لونغ سومان إلى ريفيفا تو سول تخي لوا دو تو لي زوطر هوم. إل يافي لاهو إن كابان أون طرون دو سابان كو لا نيج ركوفري تو ليفار. Appuyé contre la cabane, une petite écurie pouvait abriter le cheval. Charlie Rabbit arriva là-haut vers le soir. Il y avait encore pas mal de neige. Elle entra dans la cabane. Il y avait un téléphone près de la porte. Charlie décrocha l'appareil et attendit une petite seconde. Au même moment, tout là-bas, dans le bureau de la vallée où se tenait Brassnet, le chef, un autre téléphone sonna et Charlie, tout là-haut, dans la cabane de la montagne, entendit la voix de Brassnet. Est-ce pour Charlie Rabbit? Bon voyage? Excellent voyage, dit Charlie. Charlie raccrocha, rangea ses provisions sur des rayons de planches, fondit du bois et alluma du feu dans le fourneau. Pendant que le chauffait sur le fourneau, il déroula son sac de couchage sur le lit, ou plutôt sur ce qui servait de lit. Quatre planches nues à plat dans un cadre de planches. Charlie raccrocha. كما ذكرنا سابقا طبعا قلنا لافيرب ديكروشي انك ترفع السماعة طبعا من اجل الكلام. ثم عندنا لافيرب راكروشي ستادير اشوفي لا كونفرساسيون تليفونيك، يعني انك تكمل المكالمة الهاتفية. شارلي راكروشا، اذا شارلي طبعا انها المكالمة. غونجا سي بروفيزيون، ثم انه بدأ يرتب سي بروفيزيون كما نقول تمويناته sur des rayons de planche. إذن بدأ يرتب على رفوف من الخشب. فوندي دي بوا اي أليم دي فو دو لو فورنو. طبعا هنا عندنا لوفير فوندر، لوفير فوندر بهذا الشكل المقصود بأنك تقسم، أنك تقسم. فوندي دي بوا، إذن هو أخذ يقسم خشبا اي أليم دي فو، ثم أنه أشعل النار دون فورنو، دون فورنو يعني في الكانون. نتكلم عن كانون يضع فيه الحطب ثم يشعل النار. إذن كما قلنا شارلي راكروشا رانجا سي بروفيزيون سور دي غايون دو بلونش فوندي دي بوا اي أليم دي فو دون فورنو. بوندون كو لو شوفي سور لو فورنو إيل ديرولا سون ساك دو كوشاج سور لو لي، ou plutôt sur ce qui servait de lit. Pendant que le chauffait, في الوقت الذي الماء يسخن، إذا في الوقت الذي كان في الماء يسخن، طبعا نتكلم هنا على الوضع الشوفي. Pendant que le chauffait، في الوقت الذي كان الماء يسخن، sur le fourneau، فوق الكانون، il déroula son sac. طبعا لو فيرب ديرولي المقصود به étendre ce qui est roulé، أنك تبسط ما كان مجموعا. غولي، غولي أنه كان مجموع، مجموع على شكل أسطوانة. إذن أنك تبسط ما كان مجموعا. طبعا دي غولي المقصود به إيطوندغ سو كي غولي، إلو ماتر دو سولو، ثم تجعله على طوله. مثلا إذا أخذنا هذه الورقة، فوالا سي تون فوي غولي، سي تون فوي غولي. دي غولي لا فوي، يعني أنك تفك كما نقول الورقة، أنك تبسط الورقة. إذا ديغولي لا فوي إيطوندغ ستادير إيطوندغ سو كي غولي، يعني أنك تبسط ما كان غولي. طبعا هنا كما نلاحظ في الصورة، إذا بوندون كو لو شوفي سوغ لو فورنو إيل ديغولا سون ساك، إيل ديغولا سون ساك. إذن هو أخذ يبسط كيسه كما نقول دو كوشاج الخاص بالنوم، دو كوشاج إل ديرو لا سون ساك دو كوشاج سور لو لي. إذن أخذ يبسط كما نقول كيسه الخاص بالنوم على السرير سور لو لي، أو بليطو أو بالأحرى سور سو كي سيرفي دو لي. أخذ يبسط هذا الفراش سور سو كي سيرفي دو لي، ما يصلح كسرير. المقصود هنا بهذا الكلام بأن هذا المكان الذي سينام عليه ليس بسرير،
لكنه فقط يشبه السرير. إذا عندنا في البداية il déroula son sac de couchage sur le lit. إذا هو أخذ يبسط فراشه كما نقول على السرير، ثم يستدرك الكاتب فيقول au plutôt sur ce qui servait de lit، أو بالأحرى فوق ما يصلح، فوق الذي يصلح كسرير. إذا المقصود هنا بأنه أخذ يبسط الفراش فوق ما يصلح أن يسمى سرير، فقط نسمي سرير وليس بسرير. كاتر بلونش ني، إذا عندنا أربع خشبات ني، كما نتكلم عن أربع خشبات طويلة بلونش غير مغطاة أبلا، أنها منبسطة دون زان كادر دو بلونش، في إطار من الخشب، في إطار من الخشب. إذا عندنا أربع خشبات غير مغطاة في إطار من خشب، إذا طبعا هذا ليس بسرير، نحن سنسميه سرير لأن شارلي غابيت سينام عليه. شارلي غاكخوشا رونجا سي بروفيزيون سور دي غايون دو بلونش فوندي دي بوا اي أليما دي فو دون لو فورنو. Pendant que le chauffe sur le fourneau, il déroula son sac de couchage sur le lit, ou plutôt sur ce qui servait de lit. Quatre planches nues à plat dans un cadre de planches. Mais pour que ce soit moins dur, ولكن حتى يكون أقل دور أقل صلابة. نقول عن شيء بأنه دور يعني أنه صعب أو أنه صلب. إذا حتى لا يكون هذا السرير صعب أو صلب، ما بور كو سو سوا موان دور، إذا حتى يكون أقل صلابة أو أقل صعوبة، إل آلي إيطالي، إذا هو سيفرش، إل آلي إيطالي، إذا هو سيفرش أونتخ لي بلونش إي سون ساك دو ديفي، طبعا كما نلاحظ هنا دي غايون دو بلونش، إذا نتكلم عن رفوف طبعا، إذا نتكلم هنا عن دي زيتاجيغ. دي زيتاجيغ تنتكلم على واحد الطاجيرات. إذا نتكلم عن رفوف بعضها فوق بعض، هذا هو المقصود هنا. ثم عندنا إيطالي الفعل الذي وصلناه الآن، مي ولكن بور كو سو سوا موان دور، بور كو سو سوا موان دور حتى يكون أقل صعوبة. إل آلي إيطالي، إذا هو سيفرش. عندنا هنا لوفير إيطالي كما نلاحظ إيطوندغ، إيطوندغ يعني أنك تبسط sur toute la largeur du lit de planche. يعني أنك تبسط sur toute la largeur، على كل عرض، ستبسط على كل عرض du lit de planche، يعني أنك ستبسط فوق كل عرض السرير من الخشب. المقصود بأنك ستغطي كل طول هذا السرير المكون من بعض الخشبات. إذا ماذا سيفعل شارلي غابيت؟ مي مي بور كو سو سوا موان دور، إذا حتى يكون هذا السرير أقل صعوبة عندما ينام عليه، إل آلي إيطالي، إذا هو سيبسط، سيضع فوقه أونتخ لي بلونش بين الخشبات، إي سون ساك دو ديفي، إذا سيضع بين الخشبات ثم وبين فراشه. إذا عندنا هنا ساك دو ديفي، طبعا ديفي ان ساك دو ديفي، إذا يسمى هكذا. المقصود به لو ديفي اي فورم دي بلوم لي بلي بوتيت دي زوا. إذا نتكلم هنا عن لو ديفي اي فورمي، أنه مكون. لو ديفي هنا عندنا طبعا في البداية عندنا ساك دو ديفي، كما نقول كيس من هاد لو ديفي. ما معنى ديفي؟ ان ساك دو ديفي، لو ديفي اي فورم دي بلوم les plus petites des oies ou des poules. إذا نتكلم عن لو ديفي، هو مكون من ريش، إذا هو مكون من ريش صغير للإوز ثم للدجاج. إذا نتكلم عن أصغر ريش عند الدجاج وعند الإوز، موجود في هذا الكيس أو موجود في هذا الفراش. لو ساك دو كوشاج إي فورمي دو ديفي، إذا هذا الساك، هاد الكيس أو هاد الفراش دو كوشاج الخاص بالنوم، إي فورمي دو ديفي،
هو مكون من هاد لوديفي الذي نتكلم عنه الآن، وهو مكون من أصغر ريش الإوز والدجاج. إذن هاد الريش إذا نتكلم عن إفورمي دو ديفي، إذن هو مكون من الريش بلاسي أونتخ دو طوال، بلاسي أونتخ دو طوال، إذن هو موجود أو موضوع بين قماشين، عندنا قماش وقماش، إذن هاد القماشين موجود بينهما ريش، موجود بينهما ريش، أصبح عندنا هذا الفراش بهذا الشكل، سي تخي شو، إنه جد ساخن. إذن هاد الكيس بهذا الشكل أو هاد الفراش الذي يضم أصغر ريش الدجاج والإوز هو جد ساخن، سي تخي شو. إذن كما قلنا مي بو كو سو سو موان دور، إذن حتى يكون أقل صعوبة، إل آلي إيطالي، إذن هو سيفرش، هو سيمد أونتخ لي بلونش إي سون ساك دو ديفي. إذا هو سيضع بين الخشبات ثم سيضع بين الكيس دو ديفي كما شرحنا قبل قليل مكون من الريش. ماذا سيضع؟ إن كوش إباس دو بلونش فيغت، إذا سيضع طبقة رقيقة دو بلونش فيغت من أغصان الشجر الخضراء، جوستومون بالضبط لوسكيل غرامبي فيغ لا كابان، لوسكيل غرامبي طبعا عندنا هنا الفيرب غرامبي يعني تسلق. إذا عندما كان هو يصعد، عندما كان يتسلق نحو هاد لاكابان، نحو هاد المنزل المتواضع الذي ذكرنا، إلى في غوماركي أو باساج، إلى في غوماركي أو باساج، إذا هو لاحظ عند الممر أن طاي دو بوتي سابان توفي، إذا هو لاحظ شجيرات صغيرة دو بوتي سابان، يعني من هاد النوع من الشجر توفي كتيف. إذا هو لاحظ شجيرات كثيفة عند الممر، إل بخيفيت سا هاشيت، طبعا لا هاش يعني الشاقور، نتكلم عن نوع من الفؤوس، هاشيت إذا نتكلم عن فأس صغير بهذا النوع بهذا الشكل، إل بخيفيت، إذا هنا عندنا لو فيرب بخوندغ، إل بخيفيت، إذا هو أخذ بسرعة، سا هاشيت، أخذ هاد الأداة حتى يقطع هاد الشجيرات الصغيرة، والتي سيستعملها فوق السرير. سوطاسيو سون شوفال، إذا عندما قطع هاد الشجيرات الصغيرة طبعا هو صعد، إذا هو قفز فوق حصانه، دون دي مينوت إل سوغي دو غوتوغ، دون دي مينوت إل سوغي دو غوتوغ، وفي 10 دقائق إل سوغي دو غوتوغ، إذا هو سيكون راجعا، إذا سيكون قد عاد. إذا كما قلنا مي بور كو سو سو موان دور، Il allait étaler entre les planches et son sac de duvet une couche épaisse de branches vertes. Justement lorsqu'il grimpait vers la cabane, il avait remarqué au passage un taillis de petits sapins touffus. Il prit vite sa hachette, sauta sur son cheval. Dans 10 minutes, il sera de retour. وإلى لقاء قادم بإذن الله.